ازيك يا صابر؟ انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انا جاي عشان الحقك. تلحقني من ايه؟ اللي انت ناوي تعمله. احنا معاك من زمان قوي يا مداح، من اول ما سلام فتح لنا علشان ندخل. خلاص انا مش عايز حاجه من حد. فات اواني الرجوع خلاص يا مداح. مش معقوله بعد ما تفتح لنا الباب وندخل تطردنا. ما يصحش طبعا، يعني احنا عملنا عشانك كتير من اول ما كنت لسه حته مدرس مرتبه ما يكفيش يحلى دم لحد ما بقيت الشيخ صابر. العز، الفخامه. ما تخافش، اطمن يا صابر، الخير اللي جاي لك اكتر من اللي فات بكتير. انا ما شفتش منكم غير شر واذى، طال كل حبايبي. حبايبك؟ مين قال ان هم حبايبك؟ هم؟ طب ليه ما نبقاش احنا حبايبك؟ شوف هم عملوا علشانك ايه؟ واحنا عملنا علشانك ايه؟ خليتوني اقتل. غالب طمعه هو اللي قتله. خليتوني سرقت. خليناك غني، كبير، علاقات، فلوس، مال. عارف ليه؟ علشان انت موهوب يا صابر. انت مش زي اي حد. انت تستاهل المكانه اللي حطيناك فيها. أنا من ساعة ما بعدت عن ربنا وأنا مش لاقي نفسي. نفسك؟ نفسك أنهي؟ الشحات الغلبان اللي عايز يتجوز فلاحة؟ أنت فقري أوي يا صابر. شوف دنيتك وصلت لإيه؟ عز، فلوس، فيلا، علاقات. أغنى بنت في مصر. تتمنى تشاور لها بس. ولا هتقول لك جواز ولا أي حاجة. مفيش حاجة تتمناها مش هتعرف تحققها. طول ما انت ماشي ورانا يا صابر هتحقق كل اللي تتمناه. أنا طمعان في جنة ربنا، مش عايز جنتك. أنا عذرك، الطلب بتعرف تختار كان شايف ده حالك. بس عموما سيب الحكاية دي عليك. أنا مش عايز منك حاجة، اطلع بره دنيتي. مش بمزاجك، ده شغلنا. اطلع بره. جرب تطلعني. هطلعك. جرب كده.